وخصوصا في ظل الاقاويل والكلام الكتير اللي بيتقال خلال اللحظات الماضيه، وبالتحديد كده بصراحه يعني فيما يتعلق بعمرو ورده والكلام اللي خرج واللي الناس كلها تابعته على السوشيال ميديا، ويعني المحادثه اللي كانت ما بينه وما بين احدى عارضات الازياء المصريه. ومش وقته في الحقيقه خالص خالص، مش وقته في الحقيقه ورده اللي حصل ده. يعني ورده لعيب كبير جدا جدا، مشكلته بس هنا، لكن نقدر نقاومه. مهم قوي ان الجهاز الفني منتخب مصر يتكلم مع اللاعب ومع اللاعبين كلهم، ان التركيز بس يبقى منصب فقط على الفتره الحاليه وعلى كيفيه ان المنتخب باذن الله يحقق الهدف المطلوب وهو حصد اللقب. مش عايزين نتكلم في الموضوع ده كتير، لكن مشكله وحصلت او ازمه وحصلت وعدت، ومش كبيره قوي في الحقيقه برضه، ازمه مش ضخمه قوي. مش عايزين نضخم الامور، مش عايزين نشتت اذهان اللاعبين خلال الفتره الحاليه، وخصوصا ان البطوله صعبه قوي بصراحه، بطوله قويه جدا، وبقى المباريات المنتخبات كلها منتخبات رائعه جدا جدا. فبالتالي نتمنى ان كل هذه الازمات الصغيره تعدي سريعا سريعا، وما يبقاش ما نقفش عندها كتير، ونآزر كل اللاعبين ونآزر الجهاز الفني ونكون في ظهرهم ان شاء الله باذن الله، ويحققوا الهدف المرجو والمطلوب.